قول الأول للسيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المعالي علاء فاروق. كل سنة وحضرتك طيب يا فندم. كل سنة طيب يا أستاذ خيري، وكل سنة وفلاحين مصر جميعا بخير. العيد 72 لفلاحين مصر. نعم. ده حاجة كلنا بنعتز بيها. سيادة الوزير، حضرتك لسه متولي المسؤولية من أسابيع قليلة، وهو عبء ثقيل وكبير جدا. ممكن نعرف إيه أهم التحديات اللي على مكتب حضرتك، وإيه ملامح الخطط الواضحة القادمة اللي ستمثل تغيير بالنسبة للفلاح المصري؟ خلينا نكون متفقين دايما أن الفلاح المصري ده طول عمره مسيرة عطاء. الفلاح المصري هو اللي حفر قناة السويس، الفلاح المصري هو زرع الأرض علشان يحقق الأمن الغذائي للمصريين. الحقيقة وزارة الزراعة عندها دور محوري خلال الفترة اللي جاية، وأهم الأدوار دي إحنا عندنا تحديات كتيرة جدا، منها أول حاجة قلة المياه والتغيرات المناخية، دول عنصرين مهمين جدا، وزيادة التعداد السكاني اللي وصل النهاردة ل 100 مليون بالإضافة إلى حوالي 10 مليون ضيف موجودين عندنا. وبالتالي النهاردة احنا عندنا 55 مليار متر مية، هي الحصة بتاعتنا لما كنا 25 مليون مواطن. النهاردة نفس الحصة اللي بنتكلم فيها المفروض انها تكفي 110 مليون مواطن والتعداد السكاني. الحقيقة الدولة المصرية قامت بخطوات جادة جدا في موضوع الحفاظ على المية، من ضمنها الحفاظ على مية الصرف الزراعي، وبالتالي كان في المحطات الخاصة بإعادة تدوير المياه الخاصة بالصرف الزراعي، المحسنة وبحر البار، أكبر محطتين موجودين. طيب نرجع بقى للمزارع الصغير والبسيط اللي هو موجود في كرة الريف المصري، دور مهم جدا لوزارة الزراعة تشتغل من خلال مراكز البحوث الزراعية علشان تقدر توفر له بذور ذات جودة عالية تقدر تحسن له إنتاجية المحاصيل بتاعته. تقنيات الري الحديث والإرشاد الزراعي لازم نشتغل فيها بعنف، وده تحدي كبير بالنسبة لي، إن احنا النهارده نرجع الإرشاد الزراعي تاني للفلاحين بتوعنا. نعم. للأسف إن هو حصل ترهل في الإرشاد الزراعي في الفترة السابقة. جاز تحصيل الأراضي والميكنة الزراعية برضو من ضمن التحديات اللي عندنا، إن احنا برضو نوفر كل التقنيات الحديثة للفلاحين عشان نقدر نزود إنتاجية الأراضي. كان عندنا تحدي خلال الفترة الشهرين الأوائلين من التولية المسؤولية، وهو انقطاع الغاز في مصانع الأسمدة في خلال شهر 5 و6، بس الحمد لله رجعت المصانع دي تشتغل تاني مع الوزير. والله احنا اشتغلنا على محورين بالتعاون مع وزير قطاع الاعمال ووزير البترول، قدرنا نطلع كل المخزون اللي كان موجود من الاسمده ونزلناه في للفلاحين بتوعنا عشان نغطي جزء من احتياجاتهم في الموسم الصيفي. الحاجه الثانيه برضو كان اهتمام القياده السياسيه طبعا بتوفير الغاز للمصانع، وبالفعل ابتدت المصانع تشتغل بكامل قوتها مره اخرى، وبالتالي الاسمده ان شاء الله في الموسم الشتوي هتكون متوفرة للمزارعين. الحاجة الأهم هو بقى توفير الأسعار المناسبة للمنتجات الفلاحين بالظبط تنتجها. الحمد لله احنا يمكن لأول مرة في تاريخ الزراعة ان احنا نوصل بسعر طن القصب ب 2500 جنيه للتوريد للمصانع. السنة اللي فاتت كان ب 2000 جنيه. وده أرضى الفلاحين، يعني كان مناسب عوضهم. الحقيقة إن المرة دي احنا اشتغلنا بأسلوب مختلف شوية، احنا قعدنا مع أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وممثلين الفلاحين والجمعيات الزراعية وجمعيات القصب ومع معالي وزير التموين، واتفقنا على الأسعار دي، وفعلا كانت أسعار مبنية على دراسة على عناصر التكلفة وتحقيق ربح اقتصادي مجزي للفلاح. والحمد لله يعني الموضوع نال رضا الجميع. الحاجة الثانية برضو المهمة بالنسبة للبنجر، نفس الموضوع، احنا برضو حررنا البنجر من 2000 جنيه ل 2400 جنيه. احنا بنتكلم في الأسعار دي بدون العلاوات اللي ممكن تكون موجودة على الانتاج المبكر للبنجر او على
زيادة نسبة السكر في المحاصيل اللي بتورد، وبالتالي بيكون في علاوات، يعني ممكن الأسعار بتزيد عن كده. معالي الوزير، أنا آسف يعني بس باخد من كلام حضرتك، في ظل الظروف الدولية والإقليمية سيئة جدا، الأمن الغذائي واحد من الملفات المهمة جدا لبلد موقعها استراتيجي وتحيط بها المشكلات من كل جانب، فما هي الخطط وما هو الذي يطمئن الشعب المصري على أمنه الغذائي في الشهور المقبلة؟ اللي يطمئن طبعا الجموع المصريين، القيادة السياسية بصت الموضوع بصورة واقعية، وعندنا احتياطيات النهاردة للقمح تخطط 6 شهور، ولسه داخلين على إنتاج جديد إن شاء الله. عندنا احتياطيات من السكر، عندنا احتياطيات من السلع الأساسية اللي بيحتاجها المواطن المصري. خلي بال حضرتك كمان، احنا التوسع الأفقي اللي عملته القيادة السياسية في خلال 4 أو 5 سنوات الماضية، وإضافة الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان، بالإضافة إلى مشروع 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى التوسعات الزراعية في الوادي الجديد، بالإضافة إلى المشروع العظيم بتاع مستقبل مصر. نعم. اللي هو طبعا شغال بصورة ممتازة جدا واقتصادية جدا. أعتقد إن كل دي توسعات في أنا بمشي على طريق الضبعة معالي الوزير عادة يعني، وأنا مسافر ناحية مرسى مطروح كده، بسعد جدا بمشروع مستقبل مصر اللي بيتوسع كل يوم، شايف كل يوم مساحات خضراء أكبر من اللي قبليها. الدولة الحقيقة لما عملت المحطتين كمان بتوع معالجة التصرف الصحي، المحكمة وبحر البار، الحقيقة إن هي أضافت حاجة مهمة جدا، وهي كيفية استغلال كل قطرة مية موجودة في مصر عشان تطلع منها إنتاج زراعي. خلي بالك حضرتك، إحنا المساحة المنزرعة عندنا على مدار أعوام وأعوام وأعوام بعد تآكل كمان العديد منها في المباني المخالفة، إحنا بنتكلم في 6-7 مليون فدان. النهاردة إحنا بنستصلح 4 مليون فدان مرة واحدة في مدة لم تتجاوز 4 سنوات فاتت. نعم. صدقني اللي اتعمل في التوسع الأفقي ده شيء عظيم، ويمكن يعني نطمئن على الأمن الغذائي، ما عندنا، ما هتبقاش عندنا مشكلة. شفنا بعض المشكلات في بعض الزراعات، مرة البطاطس، مرة البصل، مرة الطماطم، ودايما احنا مكتشفين فين المشكلة، لكن مش مكتشفين هو ايه الحل علشان ده ما يتكررش كل سنة. طيب خلينا نتفق ان برضه التغيرات المناخية عليها عامل كبير جدا. نعم. ممكن يحصل ارتفاع في الأسعار نتيجة بعض الممارسات الخاطئة، بس المنتجات موجودة. برضه عايز اقول لحضرتك حاجة، ان احنا ما زلنا الأرخص على مستوى العالم، ما زالت مصر، ما هي الرواتب أقل كمان، يعني مش من الرواتب المرتفعة في العالم يعني. معاك، متفق معاك تماما، بس برضه احنا عدينا بأزمة كورونا، طبعا عدينا بعد كده بحرب غزة، عدينا بحرب أوكرانيا، وبرضو مصر واقفة صلبة، ما كانش فيه قصور في أي منتجات غذائية. احنا ما زلنا بندي برضو العيش المدعم، ما زلنا بندي البنزين المدعم، ما زلنا بندي الكهرباء المدعمة. حضرتك قارن الأسعار دي كلها مقارنة بالعالم. النهاردة المواد البترولية عندنا احنا بنتكلم ب 15 جنيه يعني بأقل من 15 جنيه لتر البنزين. بره في اوروبا النهارده البنزين بيورو، وبيورو اوروبا. فخلي بال حضرتك برضو ان ظروفنا برضو الاقتصاديه في خلال الفتره الماضيه ديت الحمد لله بتتحسن، الاحتياطي النقدي بيتحسن، التصدير عندنا في زياده مستمره، وبالرغم برضو ان احنا عندنا كان عقبه قناه السويس وعدم مرور السفن اللي كانت بتعدي بالاعباء، يعني يمكن احنا في انخفاض بحوالي 50% من ايرادات قناه السويس، ومع ذلك مصر واقفه صلبه، مصر واقفه عندها بنيه تحتيه وامن وامان، وده كله دي كلها وسائل بتشجع الاستثمار. الحمد لله يا رب. وده هينعكس على الشعب المصري على فكره. مساله وقت. بالنسبه للدعم اللي بتقدم للفلاحين وفيما يخص اسعار الاسمده وتوفيرها، هل لدينا مشكلة في هذه الجزئية أم أننا سنستطيع تجاوزها إن شاء الله؟
بكل تأكيد المصانع ابتدت تشتغل تاني. الأسعار العالمية في ارتفاع مستمر في الأسمدة، احنا وصلنا الأسعار العالمية وصلت لحوالي 450 دولار، يعني بنتكلم في حوالي 20,000 جنيه أو سوري 350 دولار، يعني بنتكلم في حوالي من 18 ل 20,000 جنيه. احنا ما زلنا بندي السماد المدعم ب 4,500 جنيه. دي أول حاجة. الحاجة الثانية برضو المزارع بنحاول إن هو بيتمتع بسلفة زراعية من خلال البنك الزراعي المصري بفايدة 5%، وبرضو 5% بسيطة. ده بالإضافة زي ما قلت لحضرتك برضو الميكنة الزراعية موجودة ومتاحة من خلال الجمعيات الزراعية. البذور المنتقاة والمحسنة وراثيا موجودة وبنقدمها للمزارعين بأسعار منخفضة. أعتقد الحكومة المصرية بتعمل كل اللي تقدر عليه لتوفير الرعاية لأهالينا في الريف المصري. طيب الحاج برضو موضوع تطين الترع والمسائي وراء الحديث، وده برضو بيعيد المية وبيعيد، وده كله بيعيد بالنفع على المزارع بتاعنا. طبعا وزارة الزراعة وزارة الري بذلة قصارى جهدها برضو لمعالجة أي قصور في الترع والقنوات. بنحاول بقدر الإمكان إن احنا ننظف باستمرار المسائي، حتى المسائي الخاصة بالتنسيق مع المزارعين. كل دوت برضو من شأنه إن هو يوفر راحة للمزارع. أنا فعلا عايز أتوسع في المكانة الزراعية، وإن شاء الله في خطة كبيرة إن احنا نتوسع في المكانة الزراعية. برضو من أولويات وزارة الزراعة هي الاهتمام بمياه الأمطار والوديان اللي كانت بتهدر زمان، لا النهاردة في مشاريع بتعمل موجودة في المحسمة، موجودة في مرسى مطروح، موجودة في جنوب سيناء، موجودة في شمال سيناء، موجودة في الوديان عشان الاستزراع المطري، ومعانا بعض من الهيئات الدولية شغالة معانا. وأنا زرت بنفسي مشاريع في مرسى مطروح، في وديان مرسى مطروح، وفي مساحات فعلا ابتدت تتزرع عشان لا تهدر المياه دي. طيب معالي الوزير، بالنسبة للتعديات على الأراضي الزراعية، ما هو الجديد في هذا الأمر؟ هل هناك إجراءات جديدة؟ هل هناك متابعة لهذا الملف؟ بكل تأكيد في متابعة للتعديات على الأراضي الزراعية، بس هو في حاجة مهمة جدا، ولازم يطلع من جوه الشعب المصري هو يحافظ على الأرض بتاعته، يحافظ على كل رقعة أرض موجودة. خلي بالك النهاردة عشان نستصلح فدان في الصحراء النهاردة تكلفة تخطى 300,000 جنيه، واحنا عندنا ارض من خيره الارض اللي موجوده في الدلتا وصعيد مصر. للاسف ان بعض الممارسات الخاطئه هي بتوع احنا بنينا على الاراضي الزراعيه وبنستصلح صحراء بالظبط كده. فاعتقد ان احنا لينا دور مهم احنا كشعب ان احنا نحافظ على الرقعه الزراعيه. الثقافه بتاعتنا بتتغير. خلي بالك انا مدي تعليمات صريحه وصارمه، تنسيق مع المحافظين لازاله اي تعديات على الارض الزراعيه. ده تحدي بالنسبة لي وتحدي كبير جدا، وانا بتابعه بصفة يومية علشان يعني اي بناء لحد سنة كام هو سيزال؟ اي بناء جديد طبعا هيزال، بس عشان نكون واضحين، واي بناء حصل قبل التصوير الجوي كان في شهر 11 اللي فات على ما اعتقد المفروض ان هو يقنن وضعه. واعتقد ان احنا كفاية بقى، يعني كفايه اللي حصل في الارض، كفايه تفريط في الارض اكتر من كده. ولان يعني زمان كانوا بيقولوا دايما الارض عرض، فيعني نحتفظ بالرقعه الزراعيه بتاعتنا دي مستقبل ولادنا ومستقبل ان شاء الله. معالي الوزير، معالي الوزير، كان من توصيات الحوار الوطني زياده عدد المحاصيل المتضمنه في الزراعات التعاقديه عشان تشمل الرز والعدس والبطاطس والطماطم والفول البلدي وبدر الكتان بتاع القطن. هل سيتم ذلك بالفعل؟ القطن بالفعل احنا اعلنا العام الماضي الكوتش موجود، بس اعلنت اسعار عادله جدا، واسعار النهارده بنتكلم في وجه بحري كان القطن 12,000 جنيه، وجه ابلي بنتكلم في 10,000 جنيه. الاسعار العالميه لا تتخطى من 8 ل 9,000 جنيه، وبالتالي ده سعر مجزي جدا للمزارع. وده برضو خلي بال حضرتك ان في المنظومه هي اللي بتتحكم في الموضوع ده، لان برضه دي اسعار الضمان. يعني ممكن لو حصلت المزادات الاسعار تزيد عن كده. السنه اللي فاتت وصلت في بعض الاحيان ل 15,000 جنيه. فاذا القطن احنا شغالين عليه. نفس القصه برضه بالنسبه للكتان، في العديد من المصانع اللي
بتحتاج للبذر بتاع الكتان او الغاز بتاع الكتان برضو بيشتغل عليه. احنا عندنا في وزاره الزراعه بتاعنا نسق تنسيق وثيق مع البنك الزراعي عشان الزراعات التعاقديه. خلي بالك اشتغلنا برضو في الزراعات التعاقديه عشان التصدير. اشتغلنا نعم. في الفراوله، والنهارده مصر تعتبر من احسن البلاد وافضل البلاد اللي هي بتصدر الفراوله. اللي حصل برضو ان مجموعه كبيره جدا ابتدت تشتغل على القمح، نفس القصه برضو القمح وزاره التموين بتاخده بسعر عادل وصل 2000 جنيه العام الماضي، ان شاء الله نعلن على الاسعار قريبا. اعتقد ان احنا حريصين على موضوع زراعه التعاقدات. طيب بالنسبه للارز والعدس والبطاطس والطماطم والفول، بعض الحاجات اللي بتسبب ازمات، هل سيتم التعامل معها في هذه المرحله بخصوص الزراعات التعاقديه؟ يعني يتم الاتفاق، علشان احنا كمان عندنا مشكله في تطبيق نظام الدوره الزراعيه اللي هي بتفتت الحيازه في النهايه، فما بنطلعش منتج كامل يكفينا. بص يا فندم، بالنسبه لو حضرتك بتتكلم على الطماطم او البطاطس بالفعل بيتعمل بزراعات تعاقديه مع مصانع، وده فعلا موجود مع فارم بيس، موجود مع بعض العملاء اللي بيصدروا، موجود مع شيبسي. ده بالنسبه للبطاطس. بالنسبه للطماطم الحقيقه ان هو دي من اكثر الحاجات الصعبه، لان هو التعاقد بيكون مباشره ما بين المزارع والمصانع. وبرضه بيتدخل فيه عوامل مناخيه. الطماطم بالسعر الحساسه قوي اللي هي بتتاثر بالعوامل الجويه. وبرضه البشره اللي انا هقولها للمزارعين، ان احنا طبعا في قرار طلع بتاسيس صندوق للتامين على المحاصيل الزراعيه، وان شاء الله هنطلقه قريبا جدا، ودوت هيكون في صالح الفلاح، وهيقدر ان هو يامن الفلاح نوعا ما لو حصل تغيرات مناخيه، لو حصل بعض العوامل اللي بتؤثر على المحاصيل بتاعته. نعم. طيب معالي الوزير، انا سؤالي الاخير هنقل لحضرتك شكوى بعض الفلاحين بخصوص كارت الفلاح. بعضهم بيشكو بيقول احنا بنروح البنك ندفع الرسوم، يقولون تعالوا بعد اسبوعين، نرجع تاني يقولون انت مش على السيستم ادفع تاني. المشكله التانيه اللي بتواجههم ان الكارت ده معمول لثلاث سنوات فقط، وبيسالوا هي ايه الحكمه من انه يكون ثلاث سنوات؟ ما انا فلاح مش هبقى حاجه تانية، ليه ما يبقاش خمس سنين بدل ما بجدده كل شويه؟ طيب هو الكارت فعلا بقى خمس سنين. فعلا؟ طب كويس. بقى خمس سنين مش ثلاث سنين، دي اول حاجه. الحاجه برضه اللي انا عايز اقولها لحضرتك، هو الكارت ده كارت بنكي. ايوه. وليس بطاقه حيازه فقط، هو زمان كان بطاقه حيازه بلاستيك. نعم. احنا قعدنا نناشد الفلاحين لاكثر من سنتين، روحوا غيروا الكروت بتاعتكم يا جماعه او جددوها. طيب هو الفلاح بيستنى ليه اساسا لما الكارت بتاعه يبقى اكسبايرد او يخلص او ينتهي او يقارب على انتهاء؟ وممكن يروح البنك بتاعه يطلب تجديد الكارت بتاعه قبلها ب 15 او 20 يوم، هيلاقي الكارت ما عاد موجود. الحد الاقصى للكارت هو فعلا 15 يوم، وده بسبب ايه برضه عشان هيك تبقى عارف؟ هو الكارت دوت بيتعمل في شركه اي فاينانس، فبالتالي هو الفلاح بيتوجه للجمعيه الزراعيه، بيكتب الطلب بتاعه او بيعمل بياناته، الورق بيروح وبعد كده بيتوجه للبنك عشان يمضي، لانه ده بنك كارت بنكي زي ما قلنا، كارت مدفوع مقدما، يقدر يستلم عليه المعاش بتاعه، يقدر يشحنه، يقدر يعمل بيه مدفوعات. وبالتالي هو الكارت ده بيتبعت للشركه للمركز الرئيسي الاول في البنك، وبعد كده بيتبعت للشركه. هو المفروض ما ياخدش اكثر من 10 ايام. صحيح. هو المفروض ما يكونش فعليا اكثر من 10 ايام. نعم. معالي الوزير، احنا بنتمنى لك كل التوفيق فيما هو قادم. حضرتك عندك مجموعه من الملفات الهامه جدا المعنيه بامن مصر والامن الغذاء المصري. ربنا يوفقك الاستاذ علاء فاروق وزير الزراعه واستصلاح الاراضي. شكرا. كان معنا عبر الهاتف. بشكر حضرتك جدا جدا.